نقرأ النشيد معا. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. سنة رابعة هنشرح مع بعض النص. بيقول أحببت نورك يا قمر، طبعا اللي بيتكلم هنا الشاعر بيقول أحببت يعني هويت، يعني ملت إلى نور القمر. أحب في القمر نوره، نوره اللي بيظهر بالليل بينور للناس الأماكن الضلمة، بينور الصحراء للمسافر. يا قمر يتخيله إنسان عمال يناديه بيقول له أحببت نورك يا قمر. فين الشاعر أحب نور القمر وهو ظاهر فوق الربا؟ الربا يعني الأماكن المرتفعة فوقيها، يعني سواء كان فوق الجبل، سواء كان في عمارة فوق خالص، تمام، يعني الأماكن العالية هيظهر نور القمر. كمان تحت الشجر، في اللي تحت الشجر، في اللي قاعد في البستان في الحديقة وهو قاعد تحت كده هيظهر له نور القمر، تمام. في روضة، في حديقة، في بستان، في حقل، في مكان مليء بالخضرة وبالأشجار، أو شاطئ نهر أو شاطئ بحر للصياد وهو شغال بيظهر فيه نور القمر. في نزهة اللي خارج يتفسح بالليل هيلاقي نور القمر بيونسه قد ايه هو جميل، خصوصا زمان يا جماعة ما كانش فيه خروجات بالأضواء الأنوار السيارات أو بالشوارع المضاءة دلوقتي. أو في سفر، كانوا زمان يستغلوا الأيام الثلاثة البيض من كل شهر عربي اللي هي 13 و14 و15 في السفر، عشان كان القمر بيكون منور فيها الطريق. بيقول له بدر تلألأ كالدرر، كل ده الشاعر عمال يكلم القمر بيقول له أنت بدر، وأنت في الأيام القمرية الثلاثة دول أنت بدر، يعني في وضع اكتمال، تلألأ يعني لمع نورك وظهر. طب شبه إيه؟ كاكا، شايف الكا دي يا سنة رابعة؟ الكا دي هي بيشبهه الدرر، يعني اللآلئ الكبيرة، اللؤلؤة الكبيرة اللي بتكون في البحر، بيبقى لونها كده أبيض جميل. وسط الدجى بيقول له أنت بدر، وأنت بدر يا قمر في وضع البدر، كأنك لؤلؤة كبيرة بتنير الظلمة، ظلام الليل. الدجى دي يعني ظلام الليل، يهدي البشر. خد بالك يا سنة رابعة، هنا يهدي بفتح الياء يعني يرشد، يعني بيدلهم للي هو عايزه. نبص على اللغويات يا سنة رابعة، زي ما يظهر قدامك اهي، الكلمة بالمرادف بالمضاد، ولو ليها مفرد او جمع طبعا ده للاسماء فقط. طيب بيقول احببت يعني هويت، والمضاد لها كرهت. خد بالك يا سنة رابعة، ده فعل، تمام. نورك أي ضوءك، والمضاد ظلامك، وجمعها أنوار. فوق معناها أعلى، والمضاد أسفل. خد بالك ده ظرف. الربا الأماكن المرتفعة، والمضاد الأماكن المنخفضة، ومفردها الربوة. تحت يعني أسفل، مضادها أعلى، وبرضو ده ظرف. الشجر مفردها الشجر، طبعا احنا عارفين الشجر ملوش معنى، الشجر هي الاشجار اللي عندنا. روضة معناها حديقة او بستان، جمعها روضات او رياض. شاطئ جانب النهر او جانب البحر، الجانب اللي هو بيبقى الناس بتقعد عليه، سواء هنا النهر للصيادين والبحر احنا لما بنروح بنقعد عليه، جمعها شواطئ. نزهة هي الخروج للترويح عن النفس، وجمعها نزهات. نكمل اللغويات. بيقول سفر، السفر هو التنقل، يعني الإنسان مش مقيم في مكان، بيتنقل من هنا لهنا، ومضادها الإقامة، وجمعها أسفار. البدر أنا قلت لك الشاعر يهوى ويحب القمر على حالة البدر. ليه؟ لأن القمر ده بيكون القمر ليلة اكتماله، ودي بتكون ثلاثة أيام في الشهر العربي 13 و14 و15، يقول لك كده انت قمر 14 اللي هو ليله 14. جمعها بدور او ابدار. تلألأ يعني لمع، والمضاد بهت، ده فعل. الدرر اللآلئ الكبيره، الدرر الموجوده في قاع البحر او المحيط، ومفردها الدره. وسط بين، وسط ده ظرف، خد بالك.
الدجى ظلام الليل، قلت لك هو البدر كلقلق كان لقالق فين؟ وسط الدجى، وسط ظلام الليل ومضادها الانوار. تعال بقى اليهدي، وخد بالك منها قوي قوي قوي. يهدي هنا بفتح الياء يعني يرشد، يعني يرشد يعني يدلني على الطريق اللي انا عايزه، يعني لما اكون تايه واروح لحد اقول له دلني انا تايه يبدا يرشدني للطريق الصح. مضادها ايه؟ يضل، يضللني، يتوهني، وده فعل يا سنه رابعه. البشر يعني الناس، البشر يعني الناس. طبعا احنا هنعيد اللغويات مره واتنين عشان تردد معايا وتحفظ زي ما احنا معتادين. ناخد المناقشه. اول سؤال بيقول لي من قائل هذا النص؟ طبعا انا قلت ان النص اللي معايا زي ما قلنا وعدنا نور القمر للشاعر الدكتور معاطي نصر. قول معايا تاني، نور القمر للشاعر الدكتور معاطي نصر. يبقى من قائل هذا النص؟ الشاعر الدكتور معاطي نصر. طب يجي هنا يقول لك ماذا احب الشاعر في القمر؟ احب فيه ايه؟ احب لونه؟ احب شكله؟ لا، الشاعر احب في القمر ضوءه او نوره. تمام. ما الاماكن التي يحب الشاعر فيها نور القمر؟ اجيبها منين يا ميس؟ اجيبها من النص يا سنه رابعه زي ما انا حافظاه. فوق الربا، تحت الشجر، في روضه او شاطئ، في نزهه او في سفر. التاني، فوق الربا، تحت الشجر، في روضه او شاطئ، في نزهه او في سفر. طيب يجي يسالك ويقول لك بما شبه الشاعر نور القمر، شبهه بايه؟ شبهه باللآلئ الكبيره. يبقى شبه الشاعر نور القمر باللآلئ الكبيره. ما فضل القمر على البشر؟ فضله ايه؟ القمر بيعمل ايه للبشر؟ طب الشمس بتعطيهم ضوء وبتعطيهم حراره، القمر هيعطيهم ايه؟ يهديهم بنوره في اسفارهم، يهديهم بنوره في اسفارهم. انت بقى في مواطن الجمال وبيقول لي يا قمر، يا قمر اسلوب نداء يتخيل الشاعر القمر انسانا ينادي. عيد تاني يا سنه رابعه، يا قمر اسلوب نداء يتخيل الشاعر القمر انسانا ينادي. فوق وتحت زي ما انا قلت لك في اللغويات، ده ظرف، ظرف الفوق ظرف التحت، يبقى هنا تضاد يقوي المعنى ويوضحه. بدر تلألأ كالدرر، هنا يشبه الشاعر البدر بالآلئ الكبيرة. وسط الدجى يهدي البشر، تعبير جميل، يشبه الشاعر البدر بإنسان يرشد الناس بنوره، يشبه الشاعر البدر بإنسان يرشد الناس بنوره. وبين تلألأ والدجى تضاد يقوي